أسعد الله صباحكم بكل خير يا رب مشاهدين ومشاهدين قناة زاغروس. اليوم استطلعنا عن بماذا تفسر عدم استمرار بعض الطلبة بالدراسة. خلينا نشوف الناس وراجعي لكم. بماذا تفسر عدم استمرار بعض الطلبة بالدراسة؟ والله أستاذنا العزيز، أول نقطة اللي هي الظروف المعيشية في الحقيقة، يعني في بعض الأحيان الطالب ما يقدر يؤهل، يعني ما يقدر يؤهل مصروفه، مثلا مصروفه ما روحته ورجعته للجامعة يعني صعبة عليه، خصوصا احنا الطلبة هذا يعني الجيل الألفينات بصورة عامة بسبب ظروف المعيشة هواي ناس ابتعدت عن الدراسة. والله هي حسب الأوضاع اللي يشوفوها بالناس السابقة اللي تخرجت قبلهم، إنه دائما ماكو فرص للعمل سواء بالقطاع الخاص أو الحكومي، بالذات الحكومي، فيعني ما خلالهم مو هسه إنه يكملون دراسة، يقول لك أنا إذا أكمل الدراسة شو الفائدة، بس تعب وسهر وإلى آخره، مثل ما صار الحال بينا إحنا أكبر من عندهم، فمثل ما نقول انكسر واهسهم، رغم هي التعليم هو بالعكس شيء ضروري، يعني مهما يكون أنت أول وتالي عندك الشهادة هي سلاحك لين ما تجيبها، بس قلت لك انكسر واهس الواحد انه يقول لك انا اتعب واسهر واروح واجي، وخاصه على التطور اللي يصير وهاي الازدحامات، والواحد نص وقته يظل بالشارع وعبين ما يرجع يلا يدرس يعني للصبح، ويعني يسهر ويتعب، وهذا شو يقول لك انا اخر شيء ما احس نتيجه تعبي، او اللي ما تعب وما اجتهد دا اشوف عمد والله مجرد انه حصل له واسطه وشيء ويتعين ياخذ مكانه، وهو اللي تعب ما له مكان. بصوره رئيسيه انه احنا من كنا صغار اهالينا كانوا يربون بينا حافز ودافع، يخلون احنا نحب الشهاده، يرغبون بها، وانت صغير يعني يدفعوك على هذا الشيء، فانت يكون عندك اراده وعزيمه استمراريه ويكون عندك هدف يتحدد من وانت صغير، بينما حاليا الاهل شويه اهملوا هذا الجانب، فما قاعد يربون باولادهم الحافز الاراده الدافع انه انت لازم تدرس، لازم تتعلم شنو قيمه العلم، شنو الشهاده، فمن يكبرون اي شيء يجيهم من مغريات الحياه او سوالف الهجره او المراهقه او غيره فمباشره ينجرف ويروح، لانه هم بالاساس يعني لو الاهل بهاي النقطه بانين عندهم الهدف الاراده الحافز، كان قبل من يكبر الطفل يصير مراهق او شاب فهو يعني عنده هدف امامه متمسك به فيكمل الدراسة ويكمل العلم. بماذا تفسر عدم استمرار بعض الطلبة بالدراسة؟ والله شوف، هي الحقيقة الحالة المادية، يعني شوف هسه أيام زمان يعني مو مثل ما كنا إحنا قبل، هسه الطالب كل شيء يحتاج له، مواصلات غالية، يعني فتحت مدارس أهلية بشكل إنه هو ما يقدر يطلع معدل، من يروح للصف السادس إعدادي وكذا يراد لك هم فلوس يلا يوصل، فالأهالي ما عندهم، يعني تتصور انه طالب من يروح للكليه ايش قد يراد له؟ يعني ايش قد بالقليل، اذا انا هسه اب اذا عندي ثلاث طلاب او اثنين طلاب يعني يراد لهم في اليوم اقل شيء 50 او 60 الف يوميا الى الطلاب، فاكيد يعني هي الحاله الماديه تلعب جدا دور بالطالب. صراحه الوضع المعيشي صار صعب، هاي شغله. الشغله الثانيه يعني الشهاده بالعراق صارت ضعيفه، هاي الشغله الثانيه. ويقول لك انا اروح ابني حياتي ابني مستقبلي اشتغل احسن ما انه ادرس وبعدين اقعد حالي حال بقيه العالم، انه اقعد شهادة عيفة على صفحه واروح اقعد بالبيت. بس ما تحس انه الدراسه مهمه لبناء شخصيته هو وعقله؟ طبعا طبعا الدراسه جدا مهمه، بس تعرف بعد الظرف ظرف ايش يحكم.